ديالي سانسي واسيانس باش يا سيتي لي بعث يا اخر بوك وزيد في المغرب. كاع الدراري عشران اللي كانوا بلاكزا في 2009 2008 2010 شي تشد في الحبس اللي ما تشدش في الحبس راه دابا تجوج واللي ما تجوجش حس الموهوك ولا لحيه اللي ما ولا لحيه ولا شفار وكل كيفاش تقلبات به الايه. موهوك كبرات وشرفات هي وفات عايش كل ما طوال الموهوك بزاف كل ما امبوسيبل توقف هاد البلاد لا المفاول ولا الوصل واجبك تفرغ وراه خصك طبيب نفسي مختص في الموهوك لقيت واحد لو سيل اللي من بعد ما بقاش سيل ولا مود دو في ديالي انايا واخا السيل هذا تخي تخي ديفيسيل باش تعيش به في المغرب كيفاه عمرك متلقاو للدرب وباقي ما كدويش معاهم تقول علاش وعلاش 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 وليدي يا دراوش أم الكوميساريه واقيلا عمرها مشات لها وليت مصيفطه مسكينه شابهاني تاع الحبس ونفهم انا شنو كتعني دير عقلك في المغرب انك تولي بحال شي روبو باش ندير بحال بنادم